ازاي نحفز مخ الطفل وازاي نساعده ان هو يتكون بشكل سليم. مخ الانسان بيتولد غير مكتمل وبيكتمل بعد الولادة. الطفل بيسمع ويحس ويكون ذكريات من اول ما يتولد. الطفل في الوقت ده طلباته بسيطة، هو محتاج يحس بأمان ومحتاج يبقى مش جعان ومش بردان ومش مبلول. أهلا بيكم في برنامج إزاي؟ تفتكروا إيه هي أكتر وقت في حياة البني آدم مخه بينمو بسرعة؟ عارفين الوقت ده إمتى؟ هو أول 3 سنين في حياة الطفل. الوقت ده مهم جداً. مخ الإنسان بيتولد غير مكتمل وبيكتمل بعد الولادة. طب إزاي بيكتمل؟ وإيه الحاجات اللي ممكن تخليه يكمل صح ويكمل بسرعة ويكمل مظبوط؟ 3 حاجات: العلاقة واللعب والأكل. ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، إزاي نحفز مخ الطفل وإزاي نساعده إن هو يتكون بشكل سليم. أول حاجة العلاقة. إحنا كتير قوي أبهات وأمهات بنستنى على العلاقة، بنتخيل إن الطفل لسه بحتة لحم حمرة، هو سمعني، هو فهمني، هو شايف حاجة، هو حاسس بحاجة. ده مش حقيقي خالص. الطفل بيسمع ويحس ويكون ذكريات من أول ما يتولد، من أول الشهر السادس في الحمل. هو بيسمع صوت مامته أكتر صوت طبعاً، بيعرفوا بعض الولاد، ولو بابا اتكلم هيعرف صوته ويميزه. فياريت الأبهات يبدأوا يكلموا ولادهم عشان لما يتولدوا يبقوا عارفين ان عندهم أبهات ويقدروا يميزوا صوتهم. شوف الحلقة كاملة على قناة مدرستنا بريك تايم على اليوتيوب.